ميدو يعلق على عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا فضيحة كروية. محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي بهدفه اليوم. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ميدو يعلق على عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا فضيحة كروية. انتقد الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا عام 2021، وكتب في تغريدة على تويتر: عدم اختيار صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا في العالم فضيحة كروية، تخيلوا لو كان أوروبيا. من جانب آخر، قام أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بشراء 100 فانيلا للزمالك لدعم النادي، ونشر صورة له مع الفانيلات وذلك عبر حسابه على تويتر، وكتب ميدو: اشتريت 100 فانيلا الزمالك الجديدة، دي أحسن طريقة دعم بها النادي لأن النادي بياخد نسبة كويسة، ولازم نشجع أي مستثمر أنه يستثمر في الزمالك. ووجه الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لحنا بعل المجبري نجم تونس ومانشستر يونايتد عقب تصريحات الأخيرة المسيئة بعد تأهل تونس لنهائي كأس العرب. وأكد ميدو في تصريحات خلال برنامج رومنتادا المذاع على قناة المحور أن ما واجهه المجبري أمس ليس منتخب مصر، نتمنى أيضا أن نواجه منتخب تونس في تصفية كأس العالم. منتخب مصر قوي جدا وسيظهر بشكل مختلف مع اكتمال صفوفه خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه يتمنى أن يضع كارلوس كروش المدير الفني للمنتخب المصري تصريح المجبري في غرفة ملابس لاعبي المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولن يحتاج لأي محاضرات وكلمات تشجيع. محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي بهدفه اليوم. حطم النجم المصري محمد صلاح هدف فريق ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الانجليزي بهدفه امام نيوكاسل يونايتد في المباراه التي تجمعهما حاليا على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجوله 17 من مسابقه البريمير ليج. هدف محمد صلاح ضد نيوكاسل قاد نجم ليفربول لمعادله الرقم القياسي المسجل باسم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الذي كان ينفرد برقم مميز في المسابقه، حيث كان يعد صاحب اطول سلسله مباريات متتالية على صعيد المساهمة في الأهداف ب 15 مباراة متتالية، وعدل محمد صلاح رقم فاردي بالمساهمة في الأهداف مع ليفربول سواء بالتسجيل أو الصناعة في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. وبعيدا عن الرقم القياسي، عزز النجم المصري صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. أرنولد، ما يفعله محمد صلاح جنون ويريد وضع اسمه في كتب التاريخ. أكد ترينت ألكسندر أرنولد أن زميله محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي يريد تحطيم كل الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم مشيدا بمستوى المصري. أرنولد الذي أحرز هدف ليفربول الثالث في المباراة سئل عن رأيه في مستوى محمد صلاح وأجاب في تصريحات لبيتي سبورت وقال أرنولد: إنه جنون، إنه أفضل لاعب في العالم وغني عن القول، إنه يفعل كل شيء في المباراة ويريد أن يحطم كل رقم قياسي في الكتب، يريد أن يضع اسمه في كتب التاريخ. وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد ضد نيوكاسل. صلاح سجل وصنع في 15 مباراة متتالية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل رقم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي في المساهمة بالأهداف في مباريات متتالية في البريمير ليج. 60% من لاعبي الفانتازي يراهنون على الفرعون المصري محمد صلاح في شارة القيادة. كشفت الصفحة الرسمية للعبة الفانتازي الشهيرة عن أن ما يقارب 60% من لاعبي الفانتازي قرر المراهن على نجم المصري محمد صلاح المحترف لدى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حيث نشرت صورة للاعب عبر موقع تويتر وأعلنت عن أن صلاح أول لاعب يحصل على شارة القيادة من قبل أكثر من 5 ملايين لاعب في جولة واحدة. يتطلع فريق ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزية والتي امتدت لست مباريات متتالية منذ التعادل أمام برايتون
بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة من مسابقة البريمير ليج. وجاء تسجيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى أليسون بيكر، خط الدفاع روبرتسون، فان دايك، كوانتي، ترينت ألكسندر أرنولد، وخط الوسط جيمس ميلنر وفابينيو وتشامبرلين، وخط الهجوم ماني وغوتو ومحمد صلاح. وكان ليفربول قد تغلب على أستون فيلا بهدف نظيف أحرزه النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء لينتزع 3 ثمينة لصالح ريدز، وعزز النجم المصري صدارته لترتيب قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا وبفارق 5 عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ويأمل محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل مجددا داخل شباك الماكبايرز للتحليق بصدارة هداف الدوري الإنجليزي بعيدا عن نجم الثعالب. كلوب عن قرار رحيل محمد صلاح: كل شيء في يد الإدارة. يرى أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندية أن قرار خروجي من الجونة كان صائبا. وقال أحمد حمدي عبر قناة صدى البلد: كنت أنتظر تعامل مختلف بشكل أفضل مع الجونة. وكشف حمدي أن الدوري ربما غير معروف بشكل قوي في مصر، ولكنه من أبرز الدوريات ويفرز العديد من النجوم. وأضاف: تقبلت قرار حسام غالي مدير الكرة وقتها بطلب مغادرتي للمعسكر بسبب انتقادي للإدارة. وتابع حمدي: أرى أن توقيت خروجي من الجونة كان صائبا، خاصة مع سني ورغبتي في الخروج للاحتراف. وبالحديث عن تأخر احترافي، كشف: كل شخص يمر في حياته بأمور صعبة، ولكن عليك مواجهتها لتحقيق هدفك في النهاية. ووصل المحترف المصري: كنت أطمح للخروج من مصر للانتقال إلى دوري أقوى، وكان هدف اللعب في منافسة أوروبية والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. واختتم تصريحاته: عندما أذهب إلى أي مكان في كندا يسألونني أنت من بلدي محمد صلاح. وبالطبع زيادة عدد المحترفين في الدوريات الكبرى يزيد من أسهم الكرة المصرية. مدرب نيوكاسل محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولا خلاف على ذلك. محمد صلاح قد يتسبب في أزمة لليفربول أمام الأفاعية، هكذا استهلت شبكة فوتبول إيطاليا تقريرها المطول حول المواجهات المرتقبة بين الريدز وأنتر ميلان ضمن منافسات دور 16 من دوري أبطال أوروبا. وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن 3 من نجوم ليفربول. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب الدوري الإنجليزي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.